وقعت لي هذه الحادثة هذه 18 عام ترتقات فيا بوطة. وفاش دستن الطبيب الاختصاصي بيا قال لي خصك دير عملية جراحية في طبيب خاص في الكلينيك. يعني بقى فيا الحال علاش ما شدونيش في المركب، إن عندي حالة مستعجلة، راني في واحد الحالة ما تنعش كاع بالليل بقوة الحريق، ودابا خفت مشيت تسد ليا يدي ومشيت دود ليا من الداخل. الله يجزيكم بخير. السلام عليكم، معكم أبو سلهام التبتي بمدينة فاس. أنا وقعت لي هذه الحادثة حارقة دي تقريبا 18 عام، ولكن مع المدة بدأت تجمع لي يدي. دابا تنطالب بالمحسنين وبالشعب المغربي داخل الوطن وخارج الوطن يساعدوني في عملية جراحية. الله يكثر خيركم وجلالة الملك محمد السادس نصره الله. شي عملية جراحية ليدي، راني عندي ثلاثة الوليدات وانا خدمتي امن خاص وراني جالس من الخدمة. اللي شافني في هذه الحالة ما تيبغيش يخدمني. الله يجزيكم بخير الا موقفوا معايا في وجه سيدي ربي العزيز. انا راه معذب في هاد اليد هادي تحت الباط ديالي كما تتشوفوا، لاصقه لي يدي وتنطالب حتى شي حاجه. ما طالب بشي عمليه جراحيه للمحسنين بالشعب المغربي. الله يجزيكم بخير. الله يحن عليك. وقعت لي هاد الحادثه هادي 18 عام ترتقات فيا بوطه، ومع المده وانا جمعت لي يدي والغالب الله شهد الى شهد الله سبحانه وتعالى. الله يحن عليكم. الله يجزيكم بخير. مشيت للمركب شديت رانديفو ديال 4 شهور وفرحت باش ندير العمليه في المركب. وفاش دستن الطبيب الاختصاصي بيا قال لي خصك دير عمليه جراحيه في طبيب خاص في الكلينيك، وانا ما عنديش فلوس الكلينيك، وانا كنت فرحان باش ندير العمليه. انا بقى فيا الحال علاش ما شدونيش في المركب، ان عندي حاله مستعجله، وانا دابا الغالب الله راني معذب وبثلاثه الوليدات وتنخدم عليهم وهيكاري والغالب الله. انا ما تنطلب حتى شي حاجه، تنطلبي بعمليه ليدي نخدم على راسي، مازال قد نخدم على وليداتي ومازال عندي حياة. الله يجزيكم بخير. شحال المدة باش بدات اليد ديالك كتجمع؟ هادي هي من العيد الكبير لدابا بدات تسد لي يدي، بدات تجمع لي يدي. الله يحن عليكم. راني في واحد الحالة ما تنعش كاع بالليل بقوة الحريق، ودابا خفت مشيت تسد لي يدي ومشيت دود لي من الداخل. الله يجزيكم بخير. الله يحن عليكم. انت قلتي لنا كتمشي كتدفع للخدامي وما كيقبلوش. دابا حاليا تندفع للشركه، ثاني الا خدمتي امن خاص تندفع للشركه وما تيقبلونيش، يشوفوني بهذه الحاله ما تيبغوش يقبلوني يخدموني. ايوا الله يجازيكم بخير الا ما شافوا من الحاله في وجه سيدي ربي العزيز. الله يحن عليكم. الله يجازيكم بخير. الله يحن عليكم. اللهم تعالى ربي يحن عليكم الا شوفوا من الحاله ديالي، راني معذب بزاف. الله يجازيكم بخير. راني عييت والله الا عييت. الله يحن عليكم. راه الحاله ديالي انتم تتشوفوها. الله يجازيكم بخير. انا باغي عمليه جراحيه لتحت الباط ديالي. اللهم تعالى ربي يكثر خيركم. انا تنطالب بجلاله الملك محمد السادس والشعب المغربي داخل الوطن وخارج من الوطن يشوفوا من هذه الحاله هذه. الله يجازيكم بخير. دابا حتى شي دواء ما كدير حتى شي حاجه؟ ما تندير حتى شي دواء. انا دابا حاليا يدي نهار على نهار تتزير عليا. بالنسبه للحريق تتعطيني الحريق، ان علاش هذاك التزيير كل نهار كل نهار كل نهار تتزير عليا، ان غادي تسد لي يدي. اللهم تعالى ربي يحن عليكم الا ما تشوفوا من الحاله. الله يكثر خيركم. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.